يعطيكم العافية، راح أشرح بهذا الفيديو كيفية توصيل دارة بسيطة مكونة من منبع وثلاث مقاومات على التسلسل على التست بورد. مثل ما شايفين هاي الدارة موضحة قدامنا، مقاومة R1 1 كيلو، مقاومة R2 10 كيلو، مقاومة R3 220 أوم، والنقاط A B C D هي بتوضح نقاط الوصل بهاي الدارة. بالبداية هي عندي التست بورد. التست بورد موصلة بالشكل التالي، هي النقاط الشاقولية من عند الزائد بداية الخط الأحمر حتى نهايته كلها موصولة على نقطة واحدة، وعند الناقص الخط هذا الرمادي من بدايته لآخره كلها نقطة واحدة. أما الخطوط الأفقية كما شايفين متمثلة بأحرف، فكل خمس نقاط أفقيات بتمثل نقطة واحدة، يعني هذول كلهم نقطة واحدة وهذول نقطة وهذول نقطة. بالبداية راح انطلق من المنبع، مثل ما شايفين عندنا هون بالدارة الموجب تبع المنبع موصول للنقطة A، أنا راح وصله على الخط الموجب. بعدين هي صارت عندي النقطة A، عند النقطة A موصول طرف المقاومة R1 اللي 1 كيلو، طبعا 1 كيلو ألوانه بني أسود أحمر. هي عندي النقطة A، باخذ من طرف المقاومة سلك بوصله لهي النقطة، برجع باخذ من طرف المقاومة نقطة على البورد، بتصير هي كلياتها اسمها نقطة B اللي هي هون على الدارة. طبعا من النقطة B موصول طرف مقاومة R2، والطرف الثاني للمقاومة R2 موصول للنقطة C. هاي المقاومة R2 10 كيلو، ألوانها بني أسود برتقالي، اسمه هلا روتيت. طرف المقاومة موصول للنقطة B، والطرف الثاني اللي هو النقطة C باخذ منه سلك وبوصله على نقطة من البورد، بصير عندي هاي النقطة سي. الطرف النقطة سي موصول لطرف المقاومة R3 220 أوم، والطرف الثاني للمقاومة موصول للنقطة دي اللي هي بتمثل سالب المنبع أو الأرضي. هي المقاومة R3 220 أوم، ألوانه أحمر أحمر بني. رجل من المقاومة على النقطة سي اللي أنا وصلها هون، والرجل الثاني على الأرض أو سالب المنبع. طبعا سالب المنبع أنا كمان لازم أوصله لهي النقطة، وهيك تكون كملت عندي الدارة. بعد ما قمت بتوصيل هاي الدارة لازم أنا مثلا أقوم بقياس الفولت أو هبوط الجهد الهابط على كل مقاومة، فأنا بحتاج لمقياس أفو. بجيب المقياس، طبعا بختار هو لازم يكون مقياس فولت. مقياس الفولت مثل ما بنعرف بينوصل على التفرع. المقاومة R1 موصولة بين نقطتين، هاي النقطة A، طبعا مثل ما حكينا هذا الخط كله بصير عندي النقطة A بما انه وصلت الموجب عليه كله نقطة واحدة. فهي وصلت الأفو على أول طرف للمقاومة، بوصل الطرف الثاني للأفو على طرف المقاومة حتى يصير الربط تفرعي. بهيك أنا بكون طريقة وصل مقياس الفولت لقياس الجهد بين طرفي المقاومة. طبعا أنا إذا بدي أقيس الجهد بين طرفي المقاومة R2 لازم أوصله بين طرفي المقاومة R2، يعني بين النقطتين B و C. عندي على البورد هي هي النقطة B، هذول الخمسة كلهم اسم النقطة B، وهذول الخمسة كلهم اسم النقطة C. طبعا بما انه انا قياساتي مستمرة فعم بتعامل مع منبع جهد مستمر، فالقطبية بتهمني، فبوصل الجك الحمراء على النقطة B،
وبوصل جاكتي السوداء على نقطة سي. هيك أنا بكون وصلت مقياس الآفو على التفرع مع المقاومة R2 10 كيلو.